بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، ومع درس جديد إن شاء الله من دروس شرح رواية ورش من طريق الأزرق من المصحف. معكم الأخ كمال مروش. نبدأ بحول الله عز وجل. كنا وقفنا فيما مضى عند قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما يسرون، الراء مرققة، راء مضمومة قبلها كسر، ومنهم أميون متصلة كبرى في الإشباع وصلا فقط، أما في الوقف فنقف بالإسكان. ومنهم إلا أماني مد منفصل في الإشباع، وإن هم إلا يظنون كذلك، هذا متصلة كبرى ميم جمع فيها الإشباع وصلا، وفي الوقف نقف بالإسكان. وإن هم ليشتروا، راء مفخمة لسه فيها ترقيق. مما كتبت أيديهم، نقل حركة لمس إلى الساكن قبلها فتقرأ هكذا: مما كتبت أيديهم. النار ليس فيها تقليل لأن الراء مضمومة ليست مكسورة، فتفخم الراء. إلا أياما معدودة مد منفصل فيه الإشباع. قل اتخذتم، نقل حركة لام زائرة الساكن قبلها مع إدغام الذال في التاء اتخذتم. فلن يخلف الله عهده أم تقولون، مد منفصل فيه الإشباع. بلى وجهان، الفتح والتقليل. خطيئاته، قرأ الأزرق بالمد أولا، فيه مد متصل هو هذا في الإشباع، بعدها بدل في الأوجه الثلاثة القصر والتوسط الإشباع، فتقرأ خطيئاته. أصحاب النار، التقليل قولا واحدا في كلمة النار لأن الراء مكسورة. طيب، على القصر في خطيئاته، القصر والتوسط الإشباع في خالدون الذي هو مد منفصل، عفوا الذي هو مد عارض للسكون، وعلى التوسط في البدل من خطيئاته لنا في العارض للسكون التوسط والإشباع، وعلى الإشباع في خطيئاته لنا الإشباع في خالدون، مع مراعاة أن فأولئك هذا مد متصل في الإشباع لم نعرج عليه، والذين آمنوا مد بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، أولئك مد متصل في الإشباع. كذلك لا يخفى إذا اجتمع في حال اجتماع البدل مع المد العارض للسكون على القصر في البدل ثلاثة العارض، وعلى التوسط في البدل توسط وطول العارض، وعلى الطول في البدل الطول في العارض. وإذا أخذنا، نقل حركة لام زائر الساكن قبلها، بني إسرائيل مد منفصل في الإشباع، بعدها مد متصل في إسرائيل، وكما سبق فإسرائيل ليس فيها مد بدل، فهو من مستثنيات الأزرق من الشاطبية، فليس فيه إلى القصر. وذي القربى واليتامى، فتح وتقليل في الكلمتين لأنه من ذوات الياء.
طيب إذا وقفنا في والمساكين، فعلى الفتح في القربى واليتامى 3 العارض في المساكين، وعلى التقليل في القربى واليتامى لنا في المد العارض السكون التوسط والإشباع. وأقيموا الصلاة لام مغلظة، وآتوا الزكاة مد بدل في الأوجه الثلاثة. ثم توليتم إلا قليلا مد صلة كبرى في الإشباع. طيب إذا جمعنا وذي القربى واليتامى مع البدل مع العارض، فعلى الفتح في القربى واليتامى، فعلى الفتح في القربى واليتامى لنا في البدل القصر، وفي العارض 3 العارض في معرضون، وكذلك لنا في البدل الإشباع على الفتح في القربى واليتامى، ولنا في العارض فقط الإشباع. وعلى التقليل في القربى واليتامى لنا في البدل التوسط، ولنا في العارض التوسط والإشباع. ولنا كذلك على التقليل الإشباع في البدل، وعليه الإشباع في المد العارض للسكون. هذا ما يسره الله عز وجل في هذا الوجه، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.